ولنا الشرف العظيم أن يدشنا رئيس الجمهورية الصدر عبد المجيد تبون هذا الملعب الذي يحمل اسم الزعيم التاريخي ورمز الكفاح والنضالي المجاهد حسين أحمد الذي ينحدر من أعالي جبال ججرة وبالضبط منطقة أيتحيم. وكل هذا فعلا والتقدير لرجل الفن الذي يحب وطنه حتى النحى. التاريخ يشهد على ذلك. تقبلوا منا فائق الشكر والتقدير.